مرحبا، يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم في الحلقة هاي عن مسلسل بلاك ميرور. هاي رح نناقش فيها الحلقة السادسة في السيزون الثالث، وهي الأخيرة في السيزون الثالث، وحنتكلم واسمها Hated in the Nation. عم تتكلم هاي القصة عن قصة غريبة شوية. في شخصية بتكون مكروهة، هي كاتبة صحفية، وبتموت بطريقة غريبة، ما حد بيكتشف شو طريقة موتها. بتوقع أول شيء إنه زوجها قتلها، بعدين بيكتشفوا إنه هي سلسلة جرائم بتكون مرتبطة بتويتات أو هاشتاج موجود على الإنترنت، اقتلوا هذا الشخص لأنه الناس عم تكرهه، فوضعوا هاشتاج kill فلان، أوكي، أو go to death or go to الناس بتكرهه I hate you. المهم جمعوا هاي الهاشتاجات، هاي الشخص اللي بدأ هذا الهاشتاج لكن ما إلها أي علاقة بموضوع القتل. المهم بدوروا كيف القاتل عم بقتل جرائمه، اكتشفوا اللينك كيف عم بجد الضحايا اللي هم أكثر ناس عليهم كره في الإنترنت عن طريق الهاشتاج اللي هو تبع القتل أو الـ إنه يقتلهم أو شيء. المهم بيكتشفوا انه هذا مرتبط بشيء اسمه النحل الصناعي. النحل الصناعي، خليني ارجع اشرح لكم موضوع النحل الصناعي. الان احنا للاسف في الطبيعه بنستخدم مضادات للحشرات كثيره عشان نقدر نحصل على منتجات اكثر ومنتجات ما فيها اضرار من الحشرات، فبالتالي بنستخدم بيستسايز أو مبيدات حشرية. هذه المبيدات الحشرية للأسف بتقتل النحل. طبعا النحل مهم جدا في التلقيح، مش بس العسل. العسل يعني ممكن نعيش بدونه، بس مشكلة ما نقدرش نعيش بدون النحل في تلقيح الزهور، وهذه أكبر وظيفة للنحل. وبالتالي في هذا الحلقة بيّنوا أنه في شركة أنتجت نحل صناعي، نحل غير حقيقي، بقوم بعملية التلقيح. هذا النحل عليه كنترول من طريق هاي الشركة، بتشوف في الأماكن اللي بدهم تلقيح، بتودي النحل أوتوماتيكيا بروح على من شجرة لشجرة وبعمل عملية التلقيح اللي هي نقل الزهور هاي والأمور. المهم لكن اللي بيصير إنه في واحد أو ناس بيعملوا هاك لشركة النحل هاي أو لشركة للسيستم تبع النحل، وبصيروا يبعتوا النحل هذا يدخل من دان الضحية، بيبعتوه تارجتد لأنه هو فيه بيكون جي بي اس النحل، فبيبعتوه يلحق هذه الضحية بالذات ويقتلها. أوكي، يقتل بس هاي الضحية اللي الناس عم تكرهها. فالموضوع صار فيه ريليشن مع الهاشتاج كيف يجدوا الضحايا. الآن لما اكتشفوا طريقة القتل عم بيحاولوا انهم يحكوا الاسلوب اللي ممكن يقفوا فيه الهاكس. طبعا الشركة اللي اكتشفت النحل الصناعي او اخترعته حكت انه اخترقت وما قدروا يرجعوا النحل الا في اخر المسلسل. طبعا قدروا يتحكموا بالنحل وديستروي. المهم في يعني حتى الجيش في احد هون اعتقد زي ما انتم شايفين النحل هجم على الجيش، واللي هو كان رايح يقتل خلايا النحل اللي موجوده، لكن للاسف يعني طبعا هذا نحل صناعي زي ما حكينا موجه. طبعا يعني هون بيحاولوا انهم يكتشفوا الطريقه اللي فالسؤال اللي بتتركه فينا الحلقة هاي، لأنه فعلا احنا كملنا بموضوع المضادات الحشرية وقتلنا على كل النحل فلن نحصل على ثمار، يعني احنا صرنا أغبياء بأن نقتل أنفسنا يا جماعة. وصلنا لمرحلة انه النحل أو الحشرات اللي بنقتلها اللي هي سببت إلى مشكلة في التوازن البيئي حوالينا عم تقتلنا إحنا، عم تقتلنا إحنا كأشخاص. إحنا مش عارفين، إحنا أوكي سنة 10 سنين 15 سنة رح نعيش مبسوط، بعدين انتهى التوازن البيئي.
وهذا اللي عم بيصير في العالم. فهل حنحتاج نسوي نحل صناعي؟ وممكن هذا النحل الصناعي يتم اختراقه ويصير أداة لقتل الناس وتدميرهم؟ وهل إحنا فعلا على السوشيال ميديا لازم نعطي قرارات؟ هذا سؤال ثاني يعني، يمكن القناة الحلقة برضو بتأثر. هل ممكن إحنا على السوشيال ميديا نعطي قرارات بأنه هذا الشخص يجب أن يموت، وهذا الشخص يجب أن يعيش، وهذا الشخص كويس وهذا الشخص عاطل؟ كل إنسان يا جماعة فيه الكويس وفيه العاطل، أنا فيه الكويس وفيه العاطل أنا عم بحاول أساعدك، ويمكن أنا في مكان ثاني يمكن أسيء لأشخاص، لكن هل من حق أي شخص أنه يصدر القرار علي بدون ما يستمع مني، بدون ما يطلع قرار رسمي من قبل ناس قضاء ومحامين؟ هون بورجيك الجثث اللي قتلها، كمية الجثث اللي قتلها هذا النحل. سؤال يطرح نفسه، إذا ما حضرتوا الحلقات الماضية، إحنا خلصنا 3 سيزن مع بلاك ميرور، حنكمل بالباقي. احضروا الحلقات الماضية والحلقات الجاي، وعملوا سبسكرايب للقناة، وإن شاء الله نراكم في حلقة جديدة، وسلام. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل